السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله راكم ملاح. وي عندي غيبه ما بنتش، ما ابي شحال 3 شهور هكذاك ما بنتش، مي عدنا عودة كما يقول لك نجيده ولا ما نعرف كي يسموها. مهم كما شفتوا في الدخله كنت شويه ستريسي شويه مقلق، باسكو قرايه راكم تعرفوا ما كاينش رقاد بزاف، الجوع العياك فاهم. مي دوكا الحمد لله انا عطله، فوتنا الباك، الريزلت مازال ما بانش، ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله كامل نجحوا ونفرحوا والدينا ان شاء الله. راهي شحال راهي الساعه؟ هاي قريب 7، غروب الشمس شويه مقابلني، ان شاء الله ولينا بافكار جديده، ولينا كما يقول لك بمحتوى هادف اكثر. ديروا شويه سبور، نتاولوا اليوتيوب، نخدموا هذا الصيف على اليوتيوب شويه، نطلعوا القناه. قولوا لي الفيديو هذا كيفاش جاكم، عجبكم؟ انا صراحه راني متوتر شويه باسكو عندي شحال ما حكيتش قدام كاميرا هكذايا، سمحوا لي حس تاع الطوموبيلات راه مالور. مهم انا ما نطولش عليكم، حكيت معكم شويه عوده ميمونه ولا ما نعرف كي يسموها. المهم احنا نوضو هكا نزيدو نروحو كاش ما نصورو في جهه اخرى ولا. المهم اسمحونا اذا طولنا عليكم شويه، انا جاي نكون بالمحتوى الهادف الجديد وان شاء الله فيها خير. رايكم على الفيديو هذا ما تنساوش تابونيو معنا، بارطاجيو مع اصحابكم، دعمونا باش نديرو لكم محتوى جديد هكذايا ومحتوى هادف. ويا نشوفكم فيديو الجاي وسلام.